سمعنا للنشيد الوطني لكل من المغرب والغابون للحظات وتنطلق هذه المباراة المهمة. كل التوفيق للمنتخب المغربي في هذا الميزان. نتحول وأجواء تعليق وزميل جواد فايز. جواد إليك. شكرا للزميل ماجد الشجعي، تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورت. في هذا الموعد الهام والموعد المصيري للمنتخب المغربي هنا الأسود في عرين في مركب محمد الخامس، هذا الملعب الأسطوري أمام الجمهور ولا في الخيال ولا في الأحلام، هكذا نعم هي المواعيد الكبرى مع جمهور يحضر في هذا الموعد لمساندة المنتخب المغربي في هذا المركب الذي كان شاهدا على انتصارات النخبة المغربية على مر العقود الماضية. أكيد الأجواء التي تعيد للذين ما حصل في تصفيات 93 94 وتصفيات المونديال 98. هنا ربحنا الريان امام منتخب زامبيا 1-0، هدف الغريسي الذي نعمل للمونديال 94، وكذلك ذكريات 97 عندما فعل رغيب هنا بستاد دونور وعبد الطريق بعد الى مونديال 98 بفرنسا. هل يعيد التاريخ نفسه مره اخرى؟ لن أقول المباراة الأخيرة، ولكن يتواصل المشوار قبل الفصل الأخير هناك بالأراضي الإيفوارية، لكن هذا لا يمنعنا من القول بين المباراة الأصعب والمباراة المفصلية هي اليوم بمركب محمد الخامس أمام الفهود الكابونية، الفهود التي اخترقت أدغال الكوت ديفوار، أدغال الساحل العاج عندما ضربتهم في مقتل بعدما فازوا على الفيلة بهدفين مقابل هدف واحد. ولكن إن شاء الله يجيبوها الرجال وإن شاء الله الأسود نعم تزأر بمركب محمد الخامس في أجواء خيالية أسطورية مع هذا الجمهور العالمي، جمهور أكثر من راية، ستاد دونور يا دور كما يقال هنا بلغة كازاوا وبلغة المغاربة، نعم في تعبئة شاملة لمساندة أسود الأطلس لكسب ريان الوصول إلى العالمية مرة أخرى روسيا 2018. سريعا ندخل للصلب الموضوع. الكابون تسجل عودة نجمها بييرو بامايونغ مارد الأصفر لبروسيا دورتموند، لكن ما يهمنا النخبة المغربية حاضرة بكامل العناصر الأساسية. هناك بعض الاستثناءات، ولكن إيرفي رونار نفس التشكيل الذي خاض المباريات السابقة، أنتيبيت على مستوى التشكيل للإطار الفرنسي. إيرفي رونار سريعا نتعرف على المجموعتين والبداية بمجموعة إيرفي رونار. الثعلب الماكر هل يفعل ويقتل نعم الفود اليوم وينهي مشوار الفود؟ يختار الأسماء التالية: منير المحمدي في حراس المرمى، بن عطية 5، حكيمي رقم 2، الأحمدي 8، بوصوف 14، ديراس 17، بلند 10، سيس رقم 6، زياد 7، مرابط 16، وخالد بوطيب رقم 13. بالمقابل اختيارات الإسباني خوسي أنطونيو كاماتشو بوجود بيت ساكي في حراس المرمى، إكويلي مانجا 5، فاتشير رقم 21، زامبي 19، أبون داكويا رقم 2، تانجي كورا رقم 4، اليمين 10، اندوغا 22، دينيس بوانغا 20، أوباما يونغ 9، ومي بندونغ رقم 11. أسلوب أنطونيو كاماتشو كيف سيكون اليوم؟ يلعب بطريقة دفاعية أم يلعب بأسلوب هجومي مع الاعتماد على مهاجمين عوضة مهاجم صريح واحد؟ تمشي كرة مغربية مع نور الدين رابط، يطلب منه نبيل درار، يلعب على الجهة اليمنى، يمشي نبيل العرضية. الدقائق الأولى مهمة جدا يا المغاربة، الدقائق الأولى نعم مفصلية يا الأسود. صحيح 90 دقيقة، المباراة تلعب في ساعة ونصف تقريبا، وجزئية بسيطة ممكن أن تغير كل شيء، ولكن على المستوى الذهني الربع الساعة الأولى ال 20 دقيقة الأولى هي مهمة جدا في عالم كرة القدم. تسجل هدف مبكر يسهل المهمة فيما تبقى من دقائق المباراة، هدف مبكر يحرر الأسود من كل الضغوطات بالمساندة الجماهيرية. إن شاء الله الرجال يجيبوها اليوم، إن شاء الله يكونوا في الموعد.
النتائج وان شاء الله كسب الريال ثلاث نقاط والاقتران منك يا بيجون، الاقتران من الفيلة. طبعا هدية منحها المنتخب المالي لأسود الأطلس. الفيلة تتعثر مرة أخرى بالأمس أمام منتخب مالي، نتيجة 0-0، ويمكن أن أقول بأن مالي أكثر إقناع. مالي كان بإمكان أن تفوز بالمباراة بجزئيات بسيطة وبتفاصيل صغيرة ودقيقة جدا، كان ممكن نصور مالي يغتال حلم الكوت ديفوار ويسقط الفيلة ويقرب البعيد، يقربون الأسود لمونديال روسيا 2018. سلامات يا يونس يا بلندا، دخول سريع للطاقم الطبي لإسعاف يونس الذي قدم مباراة هي الأجمل في اعتقادي، اللقاء اللي فاز فيه المنتخب المغربي بستة أهداف مقابل شيء في ليلة الكرنفال في ليلة التهديف. هنا من جانب الأسود يونس بلندا، أتصور كما كان الحال في مباراة السابقة، دعم دفاعي أكثر من هجومي من يونس. لا قلق على يونس ساعود مرة أخرى لأرضية الميدان. حاكم المباراة بالمناسبة هو الجنوب إفريقي فيكتور غوميز، الله يستر من الحكام الجنوب إفريقيين. وصراحة اليوم تابعت بجزئيات دقيقة مباراة أوغندا وغينا، وفي تصوري وكل من شاهد المباراة الحاكم دانيال بينيت الجنوب إفريقي ذبح المنتخب الغاني، ظلم المنتخب الغاني. واتمنى صادقا الحاكم فيكتور غوميز الحاكم الجنوب الإفريقي يكون صارم ويكون سليم في قراراته، لانه نقطه لا قيمه وانطلاقه من نور الدين برافر. يمشي نور الدين، نور الدين الارضيه مرة جانبيه، اول راسيه واول كره واول محاوله من جانب خير البطيب بعد انسلال جميل جدا لنور الدين برافر من الجهه التراليونه. باي اسلوب يلعب ايربيرونار اليوم؟ اعتقد 4-3-1، ولكن الكل يتساءل من سيلعب كظهير ايمن هو نبيل درار. بالفعل نبيل درار يشغل مركز الظهير الايمن بينما حكيمي يلعب على الجهه اليسرى. دائما تثبيت اللاعب الشاب اشرف حكيمي على مستوى الرواقي الايسر كظهير، رغم انه يلعب مع فريق ريال مدريد ويستانس منذ مده طويله كظهير ايمن. هذا يشرف كل المغاربه وكل من يتابع مباريات الليغا الاسبانيه بالحضور الرسمي الاول للاعب اشرف حكيمي رفقه ميرينغي. وهذه ثقه كبيره وضع زين الدين زيدان في شخصيه اشرف حكيمي لينال شرف خوض اول مباراه رسميه في الليغا الاسبانيه امام نادي الاسبانيول اي بمعقلهم بسانتياغو برنابيو. نعود لهذه الكره الخطيره من الفوق امام الراسي المتابع بعد كورتك يا منير. بالفعل منير المحمدي في تصدي نعم يتابع هذه الكره وانطلاقه سريعه هناك، يجب استغلال المساحات. هنا مراوغه ممتازه مبارك بوصوفه شنو يعمل، يمرر كره لخالد بوطيب، يتابع يونس بلندا. هنا كره مباشره ينادي حكيم، هو زياش يعمل الكنترول. شنو يعمل زياش؟ يعطي باس، هي 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 جول. بوطيب في منطقة الحقيقة يضيع كرة، ترجع مرة أخرى مغربية. رهيب رهيب يا الأسود، رهيب يا الأسود. والكورنر نعم، ستاد دونور يا دور يا دور يا دور، والجماهير تتفاعل كما يجب هنا في مساندتها لأسود الأطلس. سيدان بارك بوصوفا هنا بقدم المباركة تأتينا بالركنية الأولى للأسود الأطلسية. هنا لحظة العبور من نور الدين مراوغ بوطيب، ضيع أول كرة. معلش معلش سلام، تطلع القامات واللامات لمدافع الأسود. هذه كرة بن عطية كان قريب، نعم المدافع ليوفنتوس لو وصلت الكرة لقلت لكم الهدف الأول للمنتخب المغربي. يا لها من لحظات مثيرة. إيرفيرونار وكان أعطى تعليمات لأسود الأطلس بأن يضغطوا منذ البداية، والتسجيل دوريان منذ الدقائق الأولى. قلت لو يمشي المنتخب المغربي ويسجل هدف مبكر في الربع ساعة الأولى سيسهل عليه كثيرا المهمة وسيتحرر من كل الضغوطات، لأن المنتخب المغربي هناك من يقول بأنه يعيش معاناة كبيرة في كازا، ولكن صدقوني هنا الحناجر، حناجر 65,000 متفرج وبقلب واحد. نعم معكم يا أسود لتحقيق المراد والتقريب البعيد، تقريب البعيد. المشوار لم ينتهي بعد، وتلزمنا بعض الخطوات
الشجاعات للحضور في روسيا 2018، وان شاء الله الاسود يجيبوها، وان شاء الله الاسود يعودون للعالميه، لانه سئمنا من الانتظار يعني ما يزيد عن 20 سنه. نعم 20 سنه بالتمام والكمال، والاسود يغيبون عن المحفل العالمي. كفى من الانتظار، هذه لمسه جميله تمشي للعب نوردين نشيط مع البدايه، يعكي سالما يتدخل اكويلي، ترجع مغربيه. المنتخب الكابوني الان في استماتة امام هذا الضغط الرهيب، واذا وصل المنتخب المغربي بهذا الاسلوب فالهدف قادم لا محاله. وين هذه الكره؟ نور الدين يعتذر لبقيه الاسماء. اذا واضحه الصوره مشاهدينا الكرام، واضحه الصوره تماما. المنتخب المغربي سيلعب ب 4-2-3-1. اشرف حكيمي كظهير ايسر، درار يمشي على الجهه اليمنى، المحور مع الثنائي المهدي بن عطيه وغانم سايس، ثنائي الارتكاز كريم الاحمدي ومبارك بوصفة، يونس بلاند الى جانبهم، نور الدين مرابط وحكيم زياش على الاطراف، خالد بوطيب كراس حربة. هنا التفاعل من ابو العيون الخضر فيرونار، العيون الثاقبه والتي ترصد تحركات العناصر الوطنيه بكل جزئياتها وتفاصيلها من اجل هدف واحد، هو مشاهده الكره وهي تغازل شباك الفود، الفود التي اخترقت نعم ادغال الساحل العاش وضربت الافيال في مقتل. ولكن انتم تعرفون يا الفود بانكم في عرين الاسد، نعم في عرين الاسد هنا بمعقل الاسد، والمنتخب المغربي جائز اتم الجائزيه لكسب 3 نقاط. حتى اقرب الصوره مشاهدينا الكرام لهذه المجموعة، فالمنتخب المغربي يتواجد في مركز الوصافة برصيد 6 نقاط وفارق نقطتين بينه ومنتخب الكوت ديفوار. دائما يبقى في الريادة المنتخب الإيفواري 8 نقاط بعد النقطة التي كسبها بالأمس أمام ماري، وهي نقطة مخيبة اعتبرها الجميع خاصة من جانب الإيفواري، بينما لدينا كرة. هذه فرصة من بوطيب، يمررها لحكيم، يلحق بها زياش، امشي يا نور الدين، امشي ركلة جزاء. هل فيها ركلة جزاء؟ الحكم يقول ولا شيء، يلعب بكل تأكيد. سنشاهد الإعادة، الله على المايسترو، الله على بن عطية، يسترجع كرة، الحكم يقول فاول، الحكم يقول خطأ لك يا بن عطية. أعطيني الإعادة يا مخرج المباراة، أعطيني الإعادة يا مخرج المباراة لما حصل داخل منطقة الجزاء، والمطالبة بركلة نعم من نور الدين مرابط. أتمنى نشاهد الإعادة، اتمنى ان اشاهد الاعاده لكره طرفيه نور الدين مرابط بركله جزاء. هذه الاعاده، هذه الصوره الماضيه، وقصد المدافع نعم الكره، هذه صابعه فيها الحكم على ركله جزاء، الحكم اللي كان قريب جدا من العمليه. معليش هذه البدايه، ومازال الضغط جاي لا محاله، والبحث عن الهدف لا ياس، والامل موجود رغم التعثر هناك في مالي. نقطه يتيمه، نقطه وحيده، نقطه لكن تبقينا في حساباتي التأهل ما دمنا في مركز الوصافة. ولكن اليوم نبحث عن الريادة يا أسود، اليوم نبحث عن الزعامة، والزعامة ما لا إلا المنتخب المغربي، مع احترامنا كامل للأفيال، ولكن شفت أداء الفواريين في الجولات الماضية لا يرقى إلى التطلعات ولا يرقى إلى المستويات العالمية. صفة العالمية عند الأسود، صفة العالمية عند المنتخب المغربي، وحرام صراحة هذا الجيل لا يذهب إلى المونديال، حرام هذه الاسماء لا تذهب الى المونديال. هذه كرتكم، هذه هدفكم. مبارك يحضر للتسديد، اشرف ينادي هناك، امكانيه للتسديد ولكن بعيده تماما، بعيده تماما عن المرمى الكابونيه، تسديده ورا تسديده، اخيرا جاءت من المخضرم، واللاعب الافضل في دوري الارديفيتسي هو كريم الاحمدي، نعم الذي ساهم بالشكل الكبير في تتويج ممثل روتردام الرهيب فاينورد بلقب الدوري الهولندي. هذه الإعادة مرة أخرى، عمل كبير لحكيم ومتابعة هنا من نور الدين رابط، اللحظة اللي طالب فيها عناصر المنتخب المغربي بركلة جزاء. تمشي مرة أخرى لفائدة الوصول، مرة زمن طويل لم أشاهد في هذه الأجواء الرائعة بمركب محمد الخامس. هذه الأجواء تذكرني بأيامك يا الغريسي، وتذكرني بهدفك يا رغيب في 93 وفي الأوقات الصعيبة الأصعب، نعم مع المدرب والراحل والمرحوم بليندا بالفعل الذي كان خلف المنتخب المغربي 93، بمنتخب أسطوري وخيالي، بمنتخب هزم زامبيا 1-0
براسية الغريسي وفي 97 مع كيا رغيب ومع الإطار الفرنسي أوري ميشيل، فهل يتكرر المشهد مرة أخرى؟ صحيح هناك مباراة أخرى وهناك لقاء في الجولة السادسة، لكن أعتبر مباراة الجابون هي المفصلية. هي المفصلية لماذا؟ لأن حتى منتخب الجابون يدخل في الحسابات، زائد أن منتخب الجابون على مستوى الفني وعلى مستوى المهاري أفضل نسبيا من منتخب الكوت ديفوار، والدليل ما شاهدناه في الجولة الماضية لما فاز الفوز على حساب الفيلة بهدفين مقابل هدف واحد، حتى الأهداف كانت غاية في الروعة. تمشي كرة أمامية، حتى الآن المباراة في المتناول والمباراة تحت السيطرة من رفقاء القائد والكابيتانو المهدي بن عطية. تمشي كرة في الجهة اليمنى، يضغط خالد بوطيب، يجبر اللاعب كلود فاتشي في ابعاد هذه الكره، ترجع لبوصوفا، بوصوفا يضبط الامور، بوصوفا يبدا الهجمه، بوصوفا يهندس للعمليه مره اخرى، يلعب هناك على الجهه اليسرى اشرف حكيمي، الرجل الذي قال واللاعب الواعد الذي قال بانه لا يهمني أين سألعب؟ سواء لعبت في الجهة اليمنى أو لعبت في الجهة اليسرى، المهم أن أؤدي الواجب، المهم أن أؤدي الأمانة والواجب وأن أبلل القميص. بينما لدينا كرة أرضية، سأل يا منير يا المحمدي، نعم منير المحمدي أمامنا على الصورة، حارس مرمى نومانسيا واللي قام بعمل كبير في مشوار كوبا ديل ري، كأس ملك إسبانيا، عندما تحدى نعم هناك اللاعبين الإسبان، يعتبر الآن واحد من خيرة الأسماء داخل فريق نومانسيا، النادي الذي يسعى ليصعد الى دوري الليغا الاسبانيا. منير رغم انه لم يلعب مباريات كثيره، ولكن هذه الثقه لا تمنح لاي احد. إيرفي رونار لما اعطى الثقه لمنير المحمدي كان يعرف ماذا يفعل. هذه كره عرضيه مره جانبيه، المقصود دائما هو خالد بوطيب. بالفعل انطلاقه من نبيل درار، لو تلاحظون الجهه اليمنى هي الانشط مع نور الدين رابط، وكذلك نبيل درار الصعود للطائرة الايمن، هذا اللاعب المنتقل حديثا للدوري التركي. بالفعل هو من عكس هذه الكره، ولكن لا احد فيها المتابعه. ما ينقص المنتخب المغربي لمسه الاخيره، وان شاء الله نشاهدوها من جانب اللاعب خالد بوطيب، ولا مكان شاغر بمركب محمد الخامس، لان المباراه تجرى بشبابيك مغلقة، وحتى الجانب التنظيمي أكثر من راية هنا في مركب محمد الخامس، وحتى محيط الملعب وكل الاحتياطات الأمنية اتخذت قبل بداية هذه المباراة من أجل إنجاح هذا العرس الكروي الكبير. يا إيرفي رونار، أنت الرجل الذي تبحث عن أول تأهل في مسارك كمدرب لنهائيات كأس العالم، وأنت الرجل الذي تعودت على الفوز أمام منتخب الكابون عندما كنت مدربا لزامبيا، وعندما كنت مدربا أيضا لمنتخب الكوت ديفوار. يبدا مشوار مرة أخرى البحث عن الهدف. سيس يلعب السريعة الجهة اليسرى، حكيمي وصعوبة هنا ترويض الكرة، تمشي سريعة للاعب بوانغا، حتى الآن ما شفناش الفوز، إن شاء الله تبقى نائمة، إن شاء الله تبقى في سباتها طيلة 90 دقيقة. والوجهة واحدة، مرمى الحارس الكابوني ستيفان بيسكي، تمشي كرة مرة أخرى هنا لكريم الأحمدي، يضبط الأمور على مستوى وسط الميدان، يرجع لغير سيس، غير سيس لمن يا مدافع الولفرهامبتون هناك في الدوري الانجليزي الدرجه الاولى، واحد اللاعبين ساقط على الارض في هذه الاثناء، نعم احد اللاعبين ملقى على الارض في هذه الاثناء، والحكم الجنوبي الافريقي يضطر لايقاف اللاعب في هذه الاثناء. على فكره اخر مواجهه رسميه جمعت بين الفريقين كان في ذئب هناك بثاني اكبر مدينه في الكابون فرانسفيل، لقاء انتهى الصفر مقابل صفر، كان بالامكان افضل مما كان لو فعل الاسود، ولكن لو نعم هنا كلمه تبقى سلبيه، لذلك نبقى متفائلين. من الخير معروضه من الخير، نقطه هناك في فرانسفيل لكن تبقى مفيده على اعتبار ان الكل شاهد الظروف التي لعب فيها المنتخب المغربي، ارضيه ميدان كانت سيئه في فرانسفيل، زد على ذلك المنتخب الكابوني ضغط في العشرين دقيقة الأخيرة، ولولا منير المحمدي لم يكن بمقدورنا أن نفوز حتى بتلك النقطة، ولكن عموما النقطة تبقى إيجابية
في مدينة فرانس أفيل. بينما هنا لقطة الإصابة لمتوسط ميدان المنتخب الغابوني. طبعا آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين هنا في المغرب بالفعل تعود بنا ذاكرة ليال 2003. نعم 2003 عندما كان بادو الزاكي مدربا للمنتخب المغربي في تصفيات الكان المؤهلة لنهائيات بتونس. نعم المنتخب المغربي فاز على الفهود الغابونية بهدفين مقابل لا شيء، وأنا ذاك من سجل المنتخب المغربي محل يعقوبي وجواد الزيري في طبعا أداء أكثر من رائع وجيل أكثر من رائع ليوصل للمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا في 2004. الزيري والمختاري والشماخ واليعقوبي وطلال قرقوري وكذلك الودو ونادر المياغري ووليد الركراكي. هذا الجيل لا احد يقدر ان ينسى، جيل اكثر من رائع كان قريب جدا من التتويج باللقب الافريقي في 2004. طبعا عدت بالذاكره لسنوات 2003 لما عبر الاسود عن طريق المنتخب الغابوني بهدفي الجواد الزيري ومحا يعقوبي. نبيل ترار في استلامه ديال الكره على ميدو، سيكون هناك تغيير اضطراري في هذه النهايه بينما انطلاقا من الجهه اليمنى نور الدين رابط يتحصل على رمية جانبية بالفعل وسيتم التغيير في هذه الأثناء. نعم تبديل في هذه الأثناء اضطراري من جانب المدرب الإسباني خوسي أنطونيو كاماتشو قبل تنفيذ الرمية الجانبية. يأتي التغيير بالفعل مشاهدينا الكرام، أسومو أكوي يدخل مكان عبد الله كومبا. هذا هو التبديل الاضطراري في صفوف المنتخب الكابوني على مستوى وسط الميدان. تمشي الكرة للجانبية، شوفنا الحماس، شوفنا الاندفاع، شوفنا الضغط منذ اللحظات الاولى للمنتخب المغربي. اتمنى من المنتخب المغربي الا يخفض من الايقاع، لان مع مرور الدقائق كل ما تاخر الهدف كل ما صعبت المهمه. بينما انطلاقه سريعه من نور الدين رباط، نور الدين يحاول المرور، حتى الان عمل ممتاز لنور الدين رباط من الجهه اليمنى، ولكن في بعض الاحيان لتخفيف الضغط يجب ايضا العمل على الجهه اليسرى. مشاهدينا الكرام وين موجود أشرف حكيمي وأيضا حكيم زياش، حكيم يعطي الأفضلية للمنتخب الكابوني في هذه الأداء. مشاهدينا الكرام لاحظوا نسبة الامتلاك، الأفضلية واضحة للأسود الأطلسية المغربية. فيريان كاس في هذه المباراة والاقتراب من كوت ديفوار من أبيجان وتزعم هذه المجموعة بين المنطقة النامية في اتجاه من هنا محاولة المرور من اندونك. ميمورش اندونك يغطي كما يجب اشرف حكيمي بمساندة من يونس بن ادم ممتاز. حكيمي في اول تغطيه دفاعيه بدعم اللاعب وسط الميدان يونس بن ادم. قلت لكم مشاهدي الكرام بان يونس دوره اليوم سيكون دفاعي اكثر من هجومي، يخلي المنظومه الهجوميه تشتغل طبعا بقياده لاعب حكيم زياش وايضا نور الدين امرابط. ترجع الكره مره اخرى لفائده المنتخب الكابوني، سريعه مباشره بن عطيه من الكنترول والهدوء والخبره اللازمه ليطير بن عطيه في هذا الموعد الكبير. تمشي لغانم سيس. ما يهمنا بالنسبه للمنتخب المغربي والملاحظه الاساسيه هو ان ايرفي رونار دائما يثبت نفس التشكيل، يلعب بنفس العناصر، لانه زمان كان من الصعب تخمين في التشكيل وتوقع التشكيل الذي سيلعب به كل مدرب، ولكن مع ايرفي رونار اصبحت الواقعيه حاضره بشكل اكبر وايضا الثبات على مستوى التشكيل. يعني في كل مباراه تتكرر نفس الاسماء، يعني اللي يشوف كاس افريقيا واللي يشوف المنتخب الوطني ويشوف المنتخب الحالي لا شيء تغير. يعني تقريبا هذه الاسماء التي لعبت كاس الامم الافريقيه باستثناء لاعب حكيم زياش. تمشي الكره للجهه اليمنى، هنا انطلاقه من نور الدين مرابط والحكم يقول جانبية لفائدة المنتخب المغربي. كان هناك تسرع ونادرار بحث بسرعة لاعب هنا نور الدين مرابط، ولكن تطول على لاعب نور الدين. تلاحظون دائما منطلق العمليات من الجهة اليمنى. على فكرة آخر حضور رسمي للمنتخب المغربي بمراكم محمد الخامس كان اللقاء الإجماع بين المغرب والكابون ضمن التصفيات المونديالية 2010 بجنوب إفريقيا. المغرب يخسر بهدفين مقابل هدف واحد، الهدف الوحيد للصول كان سجله
الدولي السابق منير آل الحمداوي. وقت المنتخب المغربي كان يشرف عليه روجير مير، بينما الكابون كان يدرب الإطار الفرنسي المعروف في آلان جيريس. ترجع كرة مغربية مرة أخرى، منير المحمدي من الكرات القليلة التي يلمسها منير، وإن شاء الله يبقى مرتاح طيلة الدقائق للمباراة. نور الدين رابط يلحق علينا بدرار، درار والحكم يقول تماس بالفعل لفائدة المنتخب المغربي. هذه الثنائية تكررت كثيرا. نور الدين رابط مرارة، يمكن إلى التسديد بلاندي مرارة ودرار ومثلث هجومي. شنو يعمل نور الدين؟ شنو يعمل نور الدين وسط الحصار؟ هذه كرة عرضية تمشي لكريم الأحمدي في فرصة كان بإمكانها تحمل الجديد. يبقى الضغط رهيب للمنتخب المغربي، رمية جانبية يرجع مرة أخرى للأسود للضغط وبالسرعة نعم يقتربون من مرمى الحارس بيتسكي. كرة في وسط الميدان، بوصفة لمن؟ تمشي لي يونس بلندا. هنا عملية ثنائية في الاختراق، ممكن اختراق زياش في العمق، كان بإمكانه تمرير للاعب أشرف حكيمي يتوصل به لاعب المرينكي، وهذه عرضية في القائم الثاني. المقصود بهذه الكرة هو لاعب نور الدين أمرابط. ممتاز، هذه أول كرة وأول لمسة وأول عرضية من اللاعب الشاب حكيمي الدائرة الأيسر. أتمنى أن تحضر الحكمة يا حكيمي في الجهة اليسرى والهدوء يا حكيمي. وأعتقد بأنه اليوم تنال الإعجاب وتنال الثقة لهذا الرجل. هيرفي رونار نوى بك كثيرا وأشاد بك كثيرا هيرفي رونار عندما قال فعلا شيء جميل أن تلعب مباراة مع نادي الريال مدريد في الدوري الإسباني ومع نجوم كبار. يتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنت الذي لم تتجاوز نعم 19 سنة فقط، وبالتالي هنا بوادر ومشروع لاعب كبير رفقة المنتخب المغربي ورفقة كذلك نادي الريال مدريد. هذه كرة منطلقة لفائدة المنتخب المغربي، والحكم يقول خطأ بالفعل، خطأ في هذه اللحظات وركلة حرة يا يونس يا بلندا، طبعا معروضة من الخير وربا دارت نافعة. سيغيب كارباخال لاعب الريال لمدة شهرين، وبالتالي هذه فرصتك يا حكيمي من أجل إثبات نفسك وتقديم أوراق اعتمادك كلاعب مهم جدا داخل فريق الريال مدريد رغم صغر سنك، ولكن هذه البدايات فقط. يلزم مزيد من الصبر والعمل والانضباط والاجتهاد في التدريب والعمل اليومي، وصدقني يا حكيمي ستكون واحد من أشهر اللاعبين على مستوى المنافسة الأوروبية، لكن ما يهمنا أن تقدم خدماتك كما يجب مع المنتخب المغربي. حكيم زياش هل هو قادر على التسجيل من هذا المكان بالذات؟ حكيم زياش في أول تسديدة، عين على الكرة وعين على شباك الفوز. حكيم زياش يسددها، ومتابعة من الدفاع إلى ركنية. حكيم زياش نعم بهذه الكرة ذكرني بهدفه الجميل جدا في مرمى الكونغو لما استضاف المنتخب المغربي الكونغو في مباراة ودية هناك بالملعب إبن بطوطة، ملعب طنجة الكبير، وكانت المباراة الأولى للمنتخب المغربي بملعب ابن بطوطة، وأولى الأهداف لزياش مع النخبة المغربية في إطار ودي، واتمنى أن يفعل في إطار رسمي. حكيم زياش مايسترو أياكس أمستردام، أيقونة أياكس أمستردام. نعم صحيح في بعض الأحيان تحضر المؤاخذات، ولكن لا أحد ينكر قيمتك الفنية يا حكيم يا زياش، وفي كل أسبوع تؤكد ذلك مع نادي له قيمته وشهرته وسمعته. يتعلق الأمر بنادي أياكس أمستردام، وما أدراك نادي أياكس أمستردام صاحب التاريخ الكبير والألقاب العديدة محليا وأوروبيا، وفعلا حتى جمهور أياكس يتفاعل معك كما يجب، كما تتفاعل معك الجماهير المغربية وتنوه بك في كل مكان وفي كل زمان بالفعل، لأنه فعلا هو حاليا أيقونة نادي أياكس أمستردام على مستوى وسط الميدان، بل هو مايسترو الفريق العاصمي الهولندي. إذا تمشي الكرة للجانبية لفائدة المنتخب الكابوني. إيمانيا بن عطية والمراقبة نعم المتواصلة في الجبهة الدفاعية المغربية، مباشرة تمشي للجانبية. أفضل نسبية للمنتخب المغربي، لكن ما ينقصنا كرة في الشباك. لما نشوف كرة تغازل الشباك صدقوني المنتخب سيكون غير، المنتخب المغربي سينتفض.
والمنتخب المغربي سيستأسف في هذه المباراة بينما الحكم يصف الخطأ في هذه اللحظات على مشارف منطقة الجزاء. هذا هو الحكم الجنوب افريقي، رد بالك يا غوميز، خليك مركز ولا أخطأ يا غوميز كما فعل مواطنك اليوم بنات في مذبحة. نعم، مجزرة تحكيمية اليوم في لقاء غانا وأوغندا، لأنه فعلا بنات مع الاحترام الكامل هذا الرجل ظلم المنتخب الغاني وحرمه من ثلاث نقاط كاملة. سنتابع هذه الكرة الجانبية المحمدي، تصدي ممتاز يا المحمدي، الثقة موجودة، الأمان موجود، الخبرة موجودة، كل عوامل نعم حاضرة مع الحارس منير المحمدي الذي يذكرنا بزاكي أيامه، زاكي أيامه بالفعل، رغم أن هناك جيل جديد من الحراس القادمين بقوة يتقدمهم أيمن مجيد حارس مرمى الفتح الرباطي والذي أبلى البلاء الحسن في مباراة مازيمبي. نعم، إنه مشروع حارس كبير في السنوات القليلة القادمة مع الفتح، في انتظار ربما أن يكون واحدا من حراس المنتخب المغربي في المستقبل القريب. تبادل كروي جميل جدا على مستوى وسط الميدان، يساهم في يونس بلندا، يلعب لزياش، ينادي حكيمي، ينادي حكيمي، أمن المجيب هو حكيمي. يا حدك العاثر يا أبو طيب، يا حدك العاثر يا أبو طيب، جملة تكتيكية من أروع ما يكون، عرضية على المقاس وبالرأس يا أبو طيب. شوف الإعادة، شوف حكيمي، الرفعة جميلة والرأسية أجمل، والتدخل هذا العفريت، نعم بيتسكي العفريت، بيتسكي من أين خرج ليتصدى لهذه الكرة؟ معلش معلش، كرة وكرة، فرصة ورا فرصة، الهدف جاي، الهدف جاي، والجماهير تساند حتى الدقيقة الأخيرة، تفاعل وضغط ورغبة أكيدة في تسجيل الهدف. إذا سنتابع هذه الركنية، بلندا يسعد لتنفيذ الكورنر، الهامات والقامات هنا في الصعود داخل منطقة الجزاء من بينهم الكابيتان وبن عطية، بلندا يرفعها في البريمير بوتو في القائمة الأول، تمشي مرة أخرى يونس بلندا يسانده نبيل ديرار والكرة تخرج إلى رانيا جلبية في هذه اللحظات. ما شوفناش الغابون، الفهود نائمة اضطراريا، الفهود في مخبئها اضطراريا، الفهود هنا تختبئ أمام نعم الرعب الذي يخلقه الأسد والرعب الذي تخلقه الجماهير المغربية. فعلا لما سموه بملعب الرعب هو فعلا ملعب الرعب، جحيم نعم لمن يأتي لمركب محمد الخامس، للأندية وللمنتخبات. والغابون الآن يتعذب، الفهد يتعذب أمام الأسد نعم الذي يكشف عن أنيابي في هذه اللحظات. لسد جاي، لسد خرق للافتراس، لسد جاي، نعم بوصوفا يعطي كرة هنا متابعة بمراوغة، يمشي 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 حكيمي، حكيمي المناورة ممتازة، العرضية ركنية مغربية في ليلة، نعم ليلتكم يا الأسود، ولا البديل على الانتصار، لا رجوع ولا استسلام، دائما إلى الأمام، نبحث عن شباك الفهود، الشباك تهديك حكيمي، الشباك تناشدك يا أبو طيب. هذه الكرة الماضية والمتابعة إلى الركنية، سنتابعها يا الخامسة للأسود، تلعب الركنية الراسية يا سايس، والحكم يعطي ركلة حرة لفائدة المنتخب الغابوني في هذه اللحظات يا مشاهدينا الكرام. نص ساعة مرت، دائما الصفر مقابل الصفر، الصورة الأجمل ما شفناه في تحركات الآن للعب حكيمي من الجهة اليسرى، قلت مهم جدا إراحة الجهة اليمنى، إراحة لاعب نور الدين رابط ودرار، والعمل أكثر على جهة زياش وكذلك لاعب حكيمي، بينما هنا أبو عيون خضر يترقب ويركز، والعين عين رونار على الشباك كما هي عين الأسود على شباك الفهود. درار يعيد لسايس مرة أخرى، مدافع نادي ولفرهامبتون، الإحصائيات تصلنا، الكلمة نعم للأسود والأسبقية للأسود والهيئة
دائما للوصول. الارقام تقول نعم 78%. هذه النتيجه تخلي الساحل العاج في الرياده بثمان نقاط والمغرب في الوصافه بسبع نقاط. لكن ان شاء الله مع نهايه المباراه المغرب في الرياده يا ايرفي يا رونار. الزعامه ما لها الا المنتخب المغربي، والزعامه دائما تكون للكبار والاصول مهما صار ومهما حصل في السنوات الماضيه يبقى من كبار القاره السمراء. هذه كره اخرى يا نور الدين يا مرابط، هل كان في وضعيه تسلل؟ عموما المتابعه من بيتسيكي بيتسيكي، شوف الاعاده، كره مباشره وتحرك هنا خلف المدافعين من نور الدين مرابط، لكن بيتسيكي كان في تصدي. تمشي مره اخرى من بوطيب، عمل كبير من بوطيب، يلعب ليونس بليندا، بليندا لمن؟ هنا لعب كريم الاحمدي، يختار نبيل درار في الجهه اليمنى، يتحرك بوطيب مع نور الدين مرابط بالفعل، مرابط يحاول المرور، عنده لاعبين، هذه عرضيه وحاول فيها مرة أخرى خالد بوطيب. عمل اللي عليه خالد بوطيب عموما، يعني صحيح هناك بعض المؤاخذات على خالد بوطيب، لكن يبقى دائما مصدر الثقة من إيرفي رونار. خالد بوطيب بالفعل يتحرك كما يلزم ويطلب الكرة كما يلزم، فقط ينتظر التوفيق، والتوفيق من عند الله. اكيد خالد بوطيب لو يمشي ويسجل هدف اتصور بانه سيتخلص من كل الضغوطات وربما تسهل المهمه ديليا على اللاعب خالد بوطيب. هذه كره اماميه، بن عطيه، نعم بن عطيه يقوم بالتعطيه كما يجي مره اخرى، كره في وسط الميدان. خطا 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 وانذار، تعال 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 وخذ الانذار. وين الانذار يا الجنوب افريقي؟ وين الانذار يا جنوب افريقي؟ هذا التدخل كان يستوجب اخراج البطاقه الصفراء من دون تردد. انا لا اريد ان اتحدث عنك كثيرا لانه تركيزنا بالكامل على اداء المنتخب المغربي، والتحكيم هو جزء من اللعبه، قد يخطئ، قد يصيب، قد تحضر البطاقه تغيب، هذا يرجع للسلطه التقديريه اللي هي الحكم. نحن لا نحكم على النوايا بالنسبه لحكام الذين يديرون المباريات، ولكن في نهايه الامر يعني الان الامر بات مكشوف. يعني اليوم ما حصل من حكم يفترض ان يكون الافضل افريقيا هو دانيال بينيت، اليوم ذبح، بهذه العباره ذبح المنتخب الغاني من الوريد الى الوريد. يعني تصوروا هدفان وركلة جزاء، دعوني أقول لكم هدف مشروع وركلة جزاء لم يعلن عنهما الحكم دانيال بينيت في ميدان المنتخب الأوغندي، ولكن هذه النتيجة تخدم بكل تأكيد منتخب الفراعنة، منتخب مصر غدا بحول الله إن شاء الله. الانتصار سيؤهل رسميا المنتخب المصري لنهائيات كأس أمم أو نهائيات كأس العالم، طبعا بعد غياب طويل المنتخب المصري الذي لم يكن محظوظ على الإطلاق في السنوات الماضية، ولكن جاء الوقت لوضع قطيعة مع النتائج السلبية ومع الغياب الطويل للمونديال، لأنه ما قلنا على المنتخب المصري ينطبق ولو بدرجة أقل على المنتخب المغربي اللي غاب هو الاخر منذ 98. ترجع كره مره اخرى لفائده المنتخب المغربي. يونس بلندا، يونس بلندا، والحكم ماذا يقول هنا؟ جانبيه ام ركله حره؟ جانبية أم ركلة حرة؟ لو تلاحظوا المنطلق عملية المنتخب المغربي يشارك فيها بشكل كبير الطيران، خاصة اللاعب نبيل درار، لأن الجهة اليمنى الأنشط مقاتل مع الجهة اليسرى، هذا هو نبيل درار، نبيل درار يرفع راسه، يمر الكرة لنور الدين مرابط، نور الدين مرابط، لا هو سدد ولا هو مرر، لا هو سدد ولا هو رفع الكرة في نهاية المطاف، هذه الكرة التي يتمناها بيتسيكي. بن عطية دائما ملك الكرات العالية، يقطع عليه الكرة أمام لاعب بيير أوباميونغ، الفاد الخطير بيير في جحره، الفاد بيير أوباميونغ في مخبئه، حتى الآن نايم وإن شاء الله يبقى نايم أوباميونغ حتى نهاية المباراة، لأنه مفروض عليه حراسة لصيقة ومفروض عليه عزلة تامة حتى الآن من الثنائي الأمين بن عطية وكذلك غير ماسيس. تمشي الكرة للاعب نور الدين مرابط، مرابط يمشي بها للأمام، الحكم يرفع الراية بالفعل. حكم يرفع الراية، في بعض الأحيان تشعر بأن هناك نوع من التسرع، هذه حقيقة تسرع، هذا الأمر طبيعي جدا لأنه أنت في سباق مع الزمن، أنت تريد أن تسجل،
هذا الأمر نعم مفروغ منه، لكن في النهاية مهم جدا أن نركز أكثر، مهم جدا أن تأخذ القرار الصائب وأنت تقترب من مرمى الحارس بيتسكي. ترجع الكرة مرة أخرى لفائدة الحارس منير المحمدي على بعد 10 دقائق مرت أو 10 دقائق على نهاية شوط أول. سلبية نتيجة حتى الآن، الوقت مر سريع، نعم نشعر بذلك بأن الوقت مر سريعا على المنتخب المغربي خوسي أنطونيو كماتشو بالتجربة الكبيرة التي راكمها في الليغا الإسبانية وحتى مع المنتخبات، هل تفيده ولا اليوم أمام هذه الرغبة الجامحة لأصول الأطلس من أجل التشكيل؟ تمشي الكرة للجانبية نبيل درار، يلعب نبيل، تمشي أمامية في وسط الميدان متابعة من حكيم زياش. خالد بوطيب هناك صافرة بالفعل، صافرة وكرة جانبية لفائدة المنتخب المغربي. يعجبني كثيرا تحركك يا خالد، يعجبني كثيرا تحركك وطلب للكرة ومناوراتك يمينا يسارا وحتى خلق ذلك الإزعاج لمدافع الكابون داخل منطقة الجزاء. طبعا تم اختيار خالد بوطيب على حساب أسماء أخرى، نعم خاصة رشيد العلوي صاحب اللدغة الشهيرة عندما لدغ في الأوقات الصعبة، لدغ المنتخب الإيفواري. كرة مرفوعة راسية غابت، راسية سيس غابت، وتغطية دفاعية من جانب الفوز، انطلاقة سريعة، يخرج اللاعب درار وكذلك كريم الأحمدي الحكم صفر خطأ لفائدة المنتخب الغابوني. حتى الآن ما شفناش الغابون هجوميا يبقى في مناطقه منتشر بشكل جيد، بينما إيرفي رونار بعض الصرخات وبعض الصيحات فيها وما فيها كتعبير بأنه يجب أن نشتغل أكثر ويجب أن تكون الفعالية والجرأة الهجومية أكبر في الدقائق القادمة. يونس برادة يعمل اللازم، يقوم بالمراوغة، يفتح المجال ممتازة ناحية لعب حكيمي. أنت الأسرع يا حكيمي، أنت الأسرع، أنت الأسرع يا حكيمي. كلود باتش يقطع الوطن طريق حكيمي، تمشي كرة كابلية خطيرة يدي رايا بن عطية، رايا بن عطية انطلاقة مغربية، امشي 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 امشي، هذه فرصتنا، هذه كورتنا، هذه هجمتنا، امكان يا جول 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 جول. فعل الأسود، سجل شباك الكابوني اخيرا، دونور يهتز، بوطيب يزلزل مدرجات مركب محمد الخامس، الكل يتفاعل بالجوارح بالقلب، كلنا معكم يا اسود. خالد بوطيب لم تخيب ظني يا خالد، اشدت بك يا خالد يا بوطيب، مدحتك يا خالد يا بوطيب، راسيتك تذكرنا بالكان، راسيتك تذكرنا بذكريات كان الكابون. هؤلاء الأسود فعلوا أخيرا، بوطيب نعم يتجرأ على الفهود، الفهود في جحرها، الفهود في مخبئها، صدقني صدقني الفهود صعبة أموركم اليوم، أنت في عرين الأسد، أنت في معقل الأسد. الأسود خلقت من أجل الافتراس، الأسود خلقت من أجل الافتراس. هذه الإعادة عرضية على المقاس، حطيله حطيله على المقاس، وبالرأس يا أبو طيب، افرح يا رونار، هذه البداية ومازال مازال الأسود في الموعد. وتنور يا دور الملعب الأسطوري يتزين ب 65,000 متفرج، إنه ملعب الرعب، وخير البطيب يرعب الكابونين، خالد بوطيب يرعب الكابونين، خالد بوطيب يزلزل مدرجات مركب محمد الخامس، بل يزلزل كازا بأكملها، براسية بديعة وكرة في شباكك يا بيتسكي، على سلامتك يا بيتسكي، كرة في شباكك يا بيتسكي، وتسديدة تسديدة
كان ممكن تجيبها من الشباك يا بنت سكي، كان ممكن تاخذها عندك في الشباك للمرة الثانية يا بنت سكي. الله على التمريرة يا حكيمي والتسديدة بعد ذلك يا نور الدين يا مرابط. نعم اتحصر على كورة كان بإمكان أن تأتي بالهدف الثاني، كورة في التماس. نعم قلت لكم الهدف جاي، الهدف قادم والوصول. نعم تفعل في اللحظات، تلعب الجانبية بسرعة، كرة للجهة اليسرى لجيفان، مهم جدا الخروج مع نهاية الجولة الأولى بالتقدم 1-0، لكن نتيجة تبقى مطمئنة. ما أحلى العلم المغربي وما أجمل الألوان الحمراء والخضراء، والعلم يرفرف هنا في مدرجات مركب محمد الخامس كما هو الحال في مختلف المدن المغربية. من طنجة العالية لكوير العزيزة وتسديدة، الثاني كان قريب، مايسترو لاياكس كان قريب، مايسترو لاياكس كان قريب من أن يفعل مرة أخرى. شوف الإعادة، عرضية من بوطيب ونصف هوائية هنا من زياش، كان قريب من تسجيل الهدف الثاني. معلش معلش معلش، هدوءك يا زياش، نحن بحاجة إليك يا زياش في دقائق الجولة الثانية. نعم كرة أمامية تمشي للجهة اليسرى، ترجع مغربية، هناك اللاعب مهدي بن عطية مباشرة لحارس المرمى بيتسيكي. بيتسيكي حسابيا المنتخب المغربي في الرياضة، بريسيغ للأحمر الأخضر، روجي فير يضغط في هذه الأثناء، روجي فير يضغط في هذه الأثناء. مشاهدة الكرام ترجع مرة أخرى، إيكويلي يمرر هناك، أنت الأقرب للكرة يا ديرار، شوف الغزال ديرار، شوف الغزال ديرار، هنا بينية جميلة جدا يا زياش. كان هناك خطأ مشاهدي الكرام، كان هناك فاول مشاهدينا الكرام. يا سلام يا زياش بخارج القدم، نعم يمرر كرة بقدم يسرى ساحرة، ماذا الطريق لزميل هناك في الرواق الأيسر، فاول تكتيكي وإنذار، وتشير الطير الأيمن يطلق الإنذار. لو فعل الوصول مرة أخرى، لو سجل الثاني الوصول قبل نهاية الشوط الأول، سيكون أحلى وأجمل سيناريو في ليلة مغربية، ليلة النصر بإذن الله. هذه الكرة الماضية والمسكن، واضح 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 أمام أندار الحكم غوميز. يعني شوفنا مرابط حركة معبرة يقول له لو كان دقيقة شوية كان ممكن تشكل خطورة، كان ممكن تكون أفضل بالنسبة لي، ولكن معلش لأنه لدينا ركلة حرة. ما سيسدد زياش، يمشي الكرة مرة أخرى وفي نقاش مع يونس بلندا ومن معهم كذلك أبو صوفا. حتى أنت يا أبو صوفا أتمنى أن تسدد، يعني بعيدا عن كل ما قد ينغص يعني فرحة المباراة وهذا التقدم، أبو صوفا وزياش من سيسدد؟ لمن سيكون القرار والكلمة الأخيرة؟ زياش أم بوصوفا؟ زياش بالقدم اليسرى ممكن يرفع الكرة، وبوصوفا بالقدم اليمنى. هذا هو بوصوفا، يعني ما شاء الله رغم التقدم في السن ولكن الأداء كبير حقيقة من لاعبين اللي أدائهم ثابت في المنتخب المغربي في كل المباريات الماضية في عهد المدرب إيرفي رونار. إذا زياش وكذلك مبارك بوصوفا، عين ثاقبة يا زياش، هل تفعل يا زياش؟ كثيرا فعلتها مع لاياكس، كثيرا فعلتها في دوري الإردفيسي، نريد مع المنتخب المغربي. الحكم يعطي الإشارة، زياش، زياش يسدد الكرة لكن ترتد من الجدار، الجدار واقف أمام كرة زياش، ترجع مغربية، يعطيك الأمان بن عطية، يمرر مباشرة هناك على الجهة اليمنى سايس، يحضرها بالراس والكنترول والتوغل ممكن. جدار ابيض كابوني، لازلت اقول مرة اخرى الفهود مختبئة في جحورها، الفهود مختبئة في جحورها حتى الان، لانه الان هي في مملكة الاسد، في غابة الاسد، هذه ليست غابة الفيلة،
بل يغاب الثلاثات أسود الأطلس حاضرة اليوم في الموعد مركزة تماما 76% نسبة الاستحواذ على الكرة تمشي مرة أخرى قوة شخصية المنتخب المغربي والأسلوب اللي يلعب به المنتخب المغربي هو اللي يجبر الكابونيين على العودة إلى الخلف تمشي مرة أخرى لفائدة المنتخب المغربي سيس سليمان يرسل هناك على الجهة اليسرى ناحية لاعب حكيمي المتابعة من الدفاع مشاهدي الكرام كل الأرقام تصب لمصلحة المنتخب المغربي لو تشاهدون طيلة 45 دقيقة الأولى 10 تسديدات من المنتخب المغربي ولا تسديدة للكابونين هذا يعطيك فكرة عزيزي المشاهد بأن الشوط أول الوجهة واحدة مرمى الحارس بيتسكي نعم سجلوا عندكم 10 تسديدات في الجولة الأولى من الأسود مقابل 0 تسديدة للمنتخب الكابوني هل أحد منكم رأى بير أوباميونغ؟ لا طبعا الفاد مختبئ والفاد غايب تماما لأنه عنده منعطي وعنده سايس كرة ملعوبة في الجهة اليمنى نام يا أوباميونغ خليك نايم في سباتك وخلي المجال للمنتخب المغربي يسيطر الآن هذا هو بارك بوصفة يرجع للجهة اليمنى بن عطية يمرر في كامل الجاهزية بن عطية مركز تماما اليوم لعب بن عطية هذا هو بن عطية خد الثقة نسبيا بعد الرسمية في مباريته مع نادي يوفنتوس الإيطالي وعندما أقول يوفي يعني ليس من السهل أن تكون أساسيا في مباريات الدوري الإيطالي وحتى مباريات الدوري الأبطال أوروبا نلعب الوقت البدل الضايع نسير نحو نهاية الجولة الأولى السيناريو اللي يبقى الأقرب ممكن هذا الثاني قلت هذا أفضل سيناريو للمنتخب المغربي يسجل هذا الثاني قبل نهاية الجولة الأولى إذن عايش اللحظات الأخيرة من عمر هذا الشوط الشوط أول ممتاز من جانب المنتخب المغربي شوط أول يمكن من أروع الأشواط اللي قدم المنتخب المغربي وهذا جاء نتيجة عمل واستمرارية منذ فترة طويلة هذا العمل لا يأتي بمحض الصدفة لا بل يأتي بعمل باجتهاد بانضباط بروح المجموعة بمدرب متمرس بلاعبين متمرسين بمساندة جماهيرية يعني كل عوامل تتضافر اليوم من أجل تحقيق المراد ولتزعم هذه المجموعة قبل موقعة الكوت ديفوار هذه كرة أمامية من بن عطية والحكم يطلق الصافرة بالفعل منيا شوط أول ممتاز من جانب المنتخب المغربي كللوا بهدف عن طريق اللاعب خالد بوطيب بعد عرضية رائعة لنور الدين مرابط تحية للأسود بعد جواد إليك شكرا لك مجيد الشجعي نعود مشاهدي الكرام لهذا الملعب التاريخي الملعب الاسطوري الملعب الشهيد على انجازات النخبه المغربيه مركب محمد الخامس في مواصلة لمشوار تصفية المونديال يعني القارة الافريقية ولقاء الذي يجمع بين المنتخبين المغربي والكابوني مع افضلية لاسود الاطلس في الفصل الاول 1-0 راسية خالد بوطيب هزت الشباك الكابونية وافضلية مغربية في انتظار المزيد من كتيبة الاطار والثعلب الفيرونار لتأمين المسار نحو الكوت ديفوار والبحث عن البطاقة التي انتظرنا لما يزيد وما يقارب العشرين سنة إذن دخول اللاعبين لأرضية الميدان مشاهدينا الكرام وللتصور بأنه ستكون هناك تغييرات من جانب الإطار الفرنسي إيرفيرونار سيعتمد على نفس الاختيارات مع طريقة الشوط الثاني بوجود مونير المحمدي في حراس المرمى بن عطية حكيمي الأحمدي بوصوفا ديرار بيريندي سيزيش مرابط وبوطيب ضربة البداية للشوط الثاني مشاهدينا الكرام بصافرة الحكيم الجنوبي الأفريقي فيكتور غوميز وذكر بين خوسيه انطونيو كاماتشو اجرى لتبديل بدخول اسومو يطلق بوطيب الكره تطول اكثر من اللزوم منتخب الكابون والفول بنفس العناصر بيتسيكي في حراس المرمى ايكويلي واتشير انسامبي ابندكوي تانجي كورا لميناندونغ بوانا اوباميونغ وامي ميدونغ مع الدخول كما ذكرت لمتوسط الميدان اسومو اكوي تبديل كان تيراري في دقائق الجوله الاولى مشاهدينا الكرام تمشي الكره لتميس لفائده المنتخب علي كابوني في هذه اللحظات ملعوبه من الجيل من واتشير
مهم جدا المخزون الياقي للاعبي الاسود في دقائق الشوط الثاني مشاهدينا على الكرام. وهذا طبعا سيرجع الى المدرب، هو صاحب العين التقنيه وبمشاوره اكيد مع مساعديه سيرى اللاعبين الاكثر جاهزيه على المستوى البدني واللاعبين اللي بامكان تغييرهم خلال فترات الشوط الثاني. لكن حتى الان ايرفيرونار مقتنع تمام الاقتناع بالمجموعه الموجوده. الشيء الجميل والذي ذكرناه بكل تأكيد في فترات الجولة الأولى بأن هناك ثبات على مستوى التشكيل منذ فترة طويلة. النواة وجد إيفيرونار في كأس الأمم الإفريقية الماضية، منذ ذلك الحين طبعا نتوقع ونخمن وننتظر نفس الأسماء التي ستلعب المباريات الرسمية، بداية بحراسة المرمى مرورا من الدفاع وسط الميدان ووصولا إلى الخط الهجومي. تقريبا 90% نفس الثوابت ونفس الأسماء تلعب كل المباريات السابقة في عهد الإطار الفرنسي. إيفيرونار الذي يحلم كما يحلم جميع المغاربة بالوصول إلى كأس العالم. نحن نبحث عن تأهل جديد بعد 70 و86 و94 و98، وإيفيرونار من جهته يبحث عن أول تأهل في مسيرته التدريبية لأنه فشل في ذلك من قبل، ولكنه كان ناجحا، حتى لا أقول فشل لأنه لم يكن موفقا، ولكنه نجح على المستوى الإفريقي بالتتويج بلقبين إفريقيين، الأول مع منتخب الرصاصات النحاسية منتخب زامبيا وكذلك منتخب الفيلة مع الجيل الذي تقدمه. يا توري ترجع كرة مرة أخرى لفائدة المنتخب الغابوني. الغابون كما قلت نعم بهذا التعبير المزاجي، الفهود ظلت مختبئة في جحورها والأسود هم من زأروا في دقائق الجولة الأولى. وأتمنى أن يتواصل هذا الزئير ويصل صدى هذا الزئير لربوع إفريقيا. زائر الأسود يصل حتى لساحل العاج. قادمة إليك الأسود يا الكوت ديفوار، آتية إليك الأسود يا الكوت ديفوار في اكتمال هذا المشوار انطلاقا من مباراة الغابون ليصلوا إلى مرحلة النهاية، والنهاية إن شاء الله سعيدة هناك باقتناص وخف بطاقة ترشح. لدينا ركنية مغربية، زياش في التنفيذ، الراس يا بن عطية، بوطيب يمشي للكرة، لازم الموسيقى سندا تجي من بوصوفة يطلبها، تمشي لبوصوفة والحكم يصفر. الحكم يتساءل في بعض الأحيان هل يمنح البطاقة الصفراء في هذه اللحظات. عموما كرة جانبية واستغلال كرة الثابتة يبقى مطلب ضروري بالنسبة للاعبين المغاربة. الهامات والقامات وأصحاب فعلا هنا الرؤوس تحضر داخل منطقة الجزاء. تصيد كرة عالية، نريد رأسية الآن ونريد هدف ثاني الآن وليس في وقت آخر. هذه كرة مرفوعة حاول فيها غانم سايس لكن الحكم يقول بأن هناك خطأ وركلة حرة لفائدة المنتخب الغابوني. نعم إذا ستنفذ الركلة على الحرة. حتى الآن حسابيا الريادة مغربية برصيد 9 نقاط بعد تعادل الأفيال بالأمس هناك أمام مالي. نعم 0-0، لن أكون مبالغا، فمالي كان يستحق بالأمس الانتصار على حساب الكوت ديفوار في مباراة هي الأسوأ يا فيلموتس، هي الأسوأ نعم لمنتخب الكوت ديفوار يا فيلموتس. الكوت ديفوار ما يخوفناش والغابون ما تخوفناش، والمسار إن شاء الله متواصل على عهد الانتصارات، وانتصارنا بمراكب محمد الخامس له قيمة كبيرة جدا يا الأسود. ملعب الرعب، ملعب الضغط الكبير حتى على اللاعبين، ولكن المغاربة حتى الآن من دون ضغوطات لأن حناجر 65,000 متفرج تتفاعل وتشجع وتناصر وتنتظر نعم أهداف بأقدام مغربية وبلآلئ مغربية ومن نجوم مغربية في ليلة مغربية. هنا النجوم تسطع في سماء كازا. كرة الثاني، هو الثاني، ضاع الهدف الثاني، ضاع
الهدف الثاني يا نور الدين يا مرابط، كان من بالإمكان أفضل مما كان في كرة انفراد يا نور الدين. يرجع الضغط مغربي، الماكينة الهجومية تشتغل، جايك الوصول مرة أخرى يا حارس المرمى. نعم، كرة الثاني، ينادي حكيمي في الجهة اليسرى. شنو يعمل حكيمي؟ حكيمي سدد بالهند المرة الثانية، ممكن يعطي باس لبوصوفا، لكن جدار جابوني يقف امام مناورات الثنائي بوصوفا وكذلك نونس بلندا. ضغطكم رهيب والكره لم تتحرك ولم تخرج من مناطق الجابونيين. منير المحمدي حتى الان في نزهه يشوف المباراه ويتابع المباراه بعينيه، وكان المنتخب المغربي يلعب من دون حارس مرمى. انا لم ارى المحمدي في الشوط الثاني، شوف فقد الاسود وهم يضغطون. كريم الاحمدي يكسب رميه جانبيه في هذه اللحظات. يمكن نور الدين مرابط تفاجأ بالكرة الماضية، يمكن هذا هو التصور، لأنه واضح من محيى نور الدين. شوف الإعادة، هنا طلب الكرة في ظهر المدافع، لم يكن متسلل. رايع هنا طلب الكرة بشكل ممتاز، ولكن هنا تسديدة في متناول حارسي المرمى. شوف الإعادة، عمل الكنترول اللازم، حصر الكرة بشكل ممتاز ثم سدد بالقدم اليمنى، لكن ردة فعل كانت حاضرة من حارسي المرمى. بالفعل هنا بيتسكي وحصرة بادية على المدرب إيرفيرونار، لأنه يعرف مثل هذه الفرص وجب استغلالها. مثل هذه الفرص ربما لا تتكرر، ولكن صدقوني مع هذا الدار الفرص جاية إن شاء الله. حكيمي وحده يطلب نور الدين. نعم، استلامة من مرابط، ترجع مرة أخرى مغربية، بلندا يرفع راسه، هل يرفع مع الكرة؟ لكن يفضل مرابط يهرب. حكيمي لو وصلت لحكيمي لانطلق. نعم، من الجهة اليسرى. نعم، لكن ردة فعل المدافعين. نعم، مرة أخرى ترجع مغربية، هنا بالهدوء. نعم، صمام الأمان سيس ومعه الكابيتانو. رايق اليوم، مركز عال العال، 10 على 10. بن عطية متابع أموره ومراجع دروسه ويراقب الكبيرة أو الصغيرة قبل الكبيرة في تحركات ومناورات. تأتينا من الفوضى الكابونية بقيادة مهاجم والمارد الأصفر. نعم، بوروسيا دورتموند، خليك في منامك يا أوباميونغ، خليك نايم، خليك معزول وسط الثنائي سيس وبن عطية. إذن سنتابع هذه الركلة الحرة لفائدة المنتخب المغربي في هذه اللحظات. دقائق الأولى من عمر الشوط الثاني، أسبقية وأفضلية مغربية، أتمنى مضاعفة الحصة وتأكيد بهدف ثاني. مبارك يا بوصوفا، يا سلام، 100% عال العال، أمورك تسير على أحسن ما يرام يا بوصوفا. نعم، ذلك اللاعب الذي يخلق التوازن في وسط الميدان، يمزج بين الأدوار الدفاعية في افتكاك الكرات ويساند الهجوم في كثير من الأحيان. هذا هو اللاعب بالخبرة. نعم، بالخبرة، هنا يراكمها وهنا يوظفها وهنا يتابع. نعم، بمجهودات بقية العناصر، هذه تسديدة من حكيم زياش، المتابعة من الدفاع والحكم يصفر خطأ. نعم، هناك مخالفة على اللاعب حكيمة وخالد بوطيب. نعم، زياش هما ارتكب الخطأ. إذا سنتابع الركلة الحرة ملعوبة في الجهة اليمنى. هناك واتشر يطر لإعادة للاعب رقم 2 أونديلي في وسط الميدان. ليفتي كيك هنا سريعا من عناصر الوطنية، وانطلاقة سريعة. وضع التسلل الأولى تسجل على الأسود، لكن واضح بأن دفاع الكابون يلعب بالنار. دفاع الكابون المتقدم، دفاع خطي، وطلب الكرة بشكل ممتاز وبشكل نعم مسترسل وبيتناوب في دار المدافعين. طلب الكرات، نعم، في دار المدافعين، والتحرك لتكسير مصيدة التسلل. هذا هو حكيم يلعب لبوصوفا. بوصوفا، تسلم الأقدام يا أبو طيب، جئتنا بالهدف الثاني، الأسود تنصر من جديد.
الأسود تزهر من جديد، الأسود تخترق جحور الفوض. بوطيب يزلزل مرة أخرى، بوطيب يشعلل مرة أخرى، بوطيب نعم يفجر بمدرجات مركب محمد الخامس. عاد إليكم من جديد، عاد إليكم من جديد بوطيب، حقك علينا يا بوطيب، ظلموك يا بوطيب، ظلموه ظلموه ظلموه. هاي الإجابة في أرضية الميدان، يا سلام على دي تيكي تاكا، يا سلام على صناعة الهجمة. كل شيء كان رائعا، كل شيء كان جميل في هذه اللقطة. وجيبها من الشباك يا بيتسيكي، اطلع تاكل كرموس يا بيتسيكي، على سلامتك يا بيتسيكي. هادو الأسود يا بيتسيكي، هادو الأسود لما تظهر في ملعب الرعب. وافرح يا أبو عيون خضر، افرح يا فيرونار، كما تفرح الملايين من الأنصار. بقلب واحد معكم يا أسود، هذه كرة ملعوبة في جهتي اليسرى. انطلاقة كابونية متابعة نعم، تصل الجهة اليسرى لفائدة المنتخب الكابوني، ومتابعة نعم من العميد الكابيتان. ويعطيك الأمان، يعطيك الاطمئنان كما ترى يا أبو طيب. تسلم القدم التي جاءت بالفرحة وجاءت بالنصر وجاءت بهدف آخر. أبو طيب يعود إليكم من جديد يا سادة يا كرام. أي متعة هذه، أي تيكي تاكا هذه، أي فرجة ومتعة واستمتاع تشعر بين الأسود، تستمتع وتمتع في نفس الوقت. هي تستمتع في أرضية الميدان وتمتع الجماهير الحاضرة بدونور. مرة أخرى دونور يدور يدور، إنه المركب الأسطوري الشاهد على الانتصارات وعلى الإنجازات وعلى نجوم تلألأت في سماء كازا، في سماء دونور. يا الغريس ويا رغيب، أنتما من منحتما بطاقة العبور إلى المونديال. ها هو أبو طيب نجم آخر يتلألأ في ليلة كازا، في ليلة سعيدة. كرة الثالت غير معقول، عندكم الفرصة، عندكم التسديدة نعم، التسديدة نعم من جانب مبارك بوصوفا. ترمومتر حقيقي، مهندس بأتم معنى الكلمة، يهندس العملية انطلاقا من وسط الميدان. شوفنا بوصوفا كيف كان مسام في جملة تكتيكية والأروع، توجت الأسو بهدف ثاني نعم. رأي أبو طيب ورأي أبو صوفا ورأي حكيمي، أنت الذي لعبت دورا في الهدف الأول ودورا في الهدف الثاني، معنوياتك عال العال يا حكيمي، كيف لا وأنت الذي تحمل قميص فريق نعم فريق عالمي وفريق كبير اسمه الريال مدريد. ما يخرج أميكا يدخل في هذه اللحظات، أنت لا قميص ريال مدريد وأنت لم تتجاوز العشرين سنة، فهذا لا يفعله إلا الكبار. وحكيمي من الكبار رغم صغر سنه، ولكن شرف كبير أن يكون مغربيا حاضرا مع النجوم. يتقدم كريستيانو رونالدو، ما أجمل العلم المغربي يرفرف عاليا في مدرجات مركب محمد الخامس نعم. يستمتعون جماهير المغربية، هذه رسالة واضحة نعم لكل من شكك في الجماهير المغربية. اليوم جمهور كازا ومعهم كل الجماهير المغربية من طنجة العالية للقوير العزيزة يتفاعلون لحظة بلحظة. عادت الروح للأسود، عادت الجرينتا للأسود، عادت الانتصارات للأسود بعد غياب طويل مع مكر الثعلب ومع حنكة اللاعبين ومع اللاعب رقم 13 الجمهور او 12 الجمهور. كل شيء يسير على احسن ما يرام في ليله كرويه ممتعه يقدم اسود الاطلس. هل من ثالث؟ تشعر بين الثالث جاي، الثالث جاي للاسود. هذه كورتك يا بن عطيه، يرجع لمنير المحمدي بالهدوء نعم. منير خذ راحتك يا منير، خذ راحتك على طول، هذه الكره مباشره الى الرميه الجانبيه.
خوسي أنطونيو كاماتشو. أنت تعرف تماما بأنه المغرب ليس الكوت ديفوار. أشرب أشرب يا خوسي، أشرب وتجرع مرارة الهدفين، أشرب وابلع مرارة الهدفين. هذه كرة أمامية متابعة في وسط الميدان، ترجع مرة أخرى نعم لفائدة المنتخب المغربي، والحكم يقول خطأ في هذه الأثناء، خطأ في هذه الأثناء. إذن سنتابع أكيد صور ولا أحلى ولا أجمل تأتينا من مدرجات مركب محمد الخامس. سنتابع هذه الركلة على الحرة لفائدة المنتخب الكابوني، تمشي أمامية داخل منطقة الجزاء. تدخل في نهاية المطاف، انطلاقة سريعة لفائدة المنتخب الكابوني. تمشي مرة أخرى بن عطية، مقبولة في وسط الميدان. مبارك بوصوفة يلعب سريعا للجهة اليمنى. مباراة تحت سيطرة الأسود المغربية في الدقيقة الثالثة والستين. منير محمدي يمرر كرة ناحية لاعب غنم سيس، تمشي للأمام بالراس، يطلب لاعب نور الدين مرابط. شوف تحركات نور الدين وكانه مهاجم صريح، مهاجم صريح نور الدين مرابط إلى جانب خالد بوطيب. شوف التفاعل، شوف التفاعل لثعلب المكار، لثعلب الغدار، لثعلب إيرفي رونار. يراقب لحظة بلحظة على خط التماس، يتفاعل مع مجهودات اللاعبين كأنه يتمنى لو يكون في أرضية الميدان. ما أروع أداك حتى أنت يا رونار، رائع جدا لما تقدمه في الآونة الأخيرة. شوف غضبة رونار وصرخات رونار وأهات رونار وتفاعلات رونار، لأن رونار يحس بما يحس ب 40 مليون مغربي وهم ينتظرون اليوم الانتصار والعبور نحو الكوت ديفوار في معركة نكون ولا نكون من أجل العبور إلى روسيا بإذن الله 2018. كرة مغربية كريم الأحمدي يمشي بها ناحية لاعب نور الدين، ترجع مرة أخرى. هنا مهندس العمليات، هنا ضابط اللقاء، هو لاعب مبارك بوصفة. مبارك يمشي بالكرة للجهة اليمنى، نعم لفائدة اللاعب نبيل ديرار. ترجع لي سيس، سيس لمن الأمور تحت السيطرة. الثالث سيريحنا، الثالث سيهدئ بيننا، الثالث سيؤمن النقاط الثلاث. 2-0 لا تطمئن البال، لا تريح البال يا رونار ويا الأسود. وهدف ثالث في متناولكم، الشباك تناديكم، الشباك في انتظاركم مرة أخرى. كرة في وسط الميدان، سير يا حكيمي سير، اتقدم يا حكيمي. يجد المستند من برابط يعمل الضغط الآن، ترجع كرة مغربية والحكم يصفر خطأ في هذه اللحظات. خطأ، جاء وقتك يا فيصل يا فجر ويا عزيز يا أبو هدوز. سنتابع إذن هذه الركلة على الحرة لفائدة المنتخب الكابوني. تصور ولا فرصة، ولا فرصة. الفهد لازال في جحره خائفا مرتعبا من أسد يصعر وبقوة. صدى الزئير يصل حتى لساحل العاش، هذه الحقيقة. نعم الأسد يصعر من جديد، ملك الغابة يصعر من جديد، والفهد المسكين، نعم الفهد منكمش والفهد في جحري خائف أمام كل المناورات للأسد. كرة تمشي لجهتها اليمنى، مغربي الله على المراوغة. هكذا يحب الجمهور الاستمتاع بمهارات بفنيات، ولكن الواقعية هي اللي تخليك تربح المباراة. الواقعية في اللعب، إفريقيا تقتضي الواقعية وليس الفرجة والاستعراض. حذاري من التسديدات، يرجع كريم صمام الأمان، يرجع المرابط كذلك للمساندة، يخرج كرة بطريقة جميلة. بلندا مع بوصوفا لم يتفاعل مع بلندا، ترجع كابونية أمامية في العمق. حذاري 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 من كرة صعبة.
طلع بشكل ممتاز. أخيرا تأتي ردة فعل الكابونين، لكن كريم بخبرة يقطع كرة كانت خطيرة أمام الفرد أوباميونغ. كرة تمشي للركنية، نعم بالمناسبة أول ركنية لفائدة المنتخب الكابوني مع أول مناورة هجومية للعادة. كرة مباشرة طلب اللاعب أوباميونغ، يغطي عليه منير محمدي، لكن في نهاية المطاف يرجع كريم الأحمدي. بن عطية يتركها لمنير المحمدي في نهاية الأمر بالفعل. هذه الكرة الوحيدة التي وصلت لمنطقة الجزاء المنتخب المغربي بعد التمريرة بينية لأوباميونغ، لكن موني محمدي يغطي مساحته كما يجب، بينما الإعادة لمناورات ولمهارات ولمراوغات. الجمهور البيضاوي يحب مثل هذه الحركات، الجمهور المغربي يحب مثل هذه الحركات، لكن في بعض الأحيان يجب أن تكون واقعي. في إفريقيا أقولها مرة أخرى، المباريات تربح ولا تلعب، المهم النقاط بعيدا عن الأداء. ياما منتخبات فرجت لعبت أمتعت ولكنها لم تصل لكأس العالم، وياما منتخبات لعبت بواقعية وبخبط كروي في نهاية المطاف وصلت للعالمية. يمشي بوطيب يلعب لزياش، ينادي حكيمي وحده، حكيمي العرضية، حكيمي بوطيب راسك يا بوطيب، يبحث عن الهاتريك التاريخي مع النخبة المغربية، لكن عمل كبير صراحة. برافو 10/10 يا حكيمي، رغم أنه ليس هذا هو مكانه، ليس هذا هو مكانه. لاعب حكيمي تكون كظهير أيمن ويلعب مع الريال مدريد كظهير أيمن، ولكن مع المنتخب المغربي توظيف آخر. حكيمي سئل عن هذا الأمر، حكيمي سأله أحد الصحفيين بالمجموعة من الصحفيين، قال أنا في خدمة المنتخب المغربي، ألعب في الجهة اليمنى، ألعب في الجهة اليسرى، المهم أن أقدم واجبي، المهم أن أبلل القميص، المهم أن أسعد الجمهور. هذا هو اللاعب المحترف الذي ينضبط ويمتثل لتعليمات المدرب. طبعا لا يقول له أنا مختص في الجهة اليمنى، لا طبعا، لاعب جاهز يلعب في أي مكان. وحكيمي يثبت بما لا يدع مجال الشك بأنه قادر أن يشغل مركز الظهير الأيسر، واليوم نثني على حكيمي لأنه يقدم مردود طيب، وحتى لاعب رسمي أو لعبه مع الريال مدريد في مباراة الإسبانيول بكل تأكيد أعطى ثقة أكبر ومعنوياته عالية. هنا حكيمي ينطلق وزياش أن يدخل، زياش يا زياش، أوه يعمل المراوغة الأولى، المراوغة الثانية، بالغ شوية حكيمي في المراوغات، ولكن معلش معلش لدينا ركنية نعم لفائدة المنتخب المغربي، في حين نعيش تقريبا 22 دقيقة أو 21 دقيقة. لم يتبقى الكثير يا حكيمي، لم يتبقى الكثير يا رونار، لحظة بلحظة يصرخ ويتفاعل ويخلي التركيز على العال للاعبين المغاربة. حكيمي في الركنية السابعة يرفع كرة، متابعة بالفعل، المتابعة من الدفاع، انطلاقة سريعة في هذا المرتد، ما يمرش ما يمرش ما يمرش ما يمرش، الحكم سيوجه الإنذار. نعم ورقة صفراء لنبيل درار، يا الإنذار الإنذار، نعم يأتي في هذه اللحظات للطير الأيمن نبيل. ما يمشي يا نبيل، ما يمشي يا نبيل، المهم ألا يمر اللاعب الكابوني حتى لو تلقيت الإنذار، ولكن ولكن المهم ألا يتلقى الإنذار بصفة، المهم ألا يتلقى الإنذار لاعب كريم الأحمد، لأن لا كريم ولا بصفة في حال ترقيم الإنذار لا قدر الله سيغيبان عن المباراة الأخيرة أمام الكوت ديفوار. لذلك على اللاعبين أن يركز أكثر. هذه انطلاقة سريعة، امشي نور الدين، أمرابط أمرابط عرضية مرة تعالي على بوطيب، توقعت بين أمرابط سيتوغل سيسدد، فضل رفع الكرة تمشي لزياش، ينقلها نعم ينقل ناحية بوصوفة. سيمفونية مغربية تعزف هنا بمركب محمد الخامس، البساط الأخضر وحقيقة الميدان تقول بأن الأسد بخير، والأسد استرجع عافيته من مباراة لمباراة. منتخب المغرب يتطور، يتحسن للأفضل إن شاء الله في مشوار متواصل من أجل البحث عن العالمية من جديد. هنا واحد اثنين، هنا حكيم يرفع، والركنية بعد ذلك مغربية، هي الثامنة يا أسود، هي الثامنة يا زياش.
اذا يمشي زياش لتنفيذ هذه الركنيه والصعود كالعاده لاصحاب القامات الطويله. يتقدمهم سايس وكذلك الكابيتان بن عطيه. وينك يا بن عطيه المتواجد في المنطقه؟ مرفوع الكره. وين الزياده العدديه؟ الزياده العدديه لم تكن حاضره في الركنيه. توقعت 5 لاعبين 6 لاعبين لكن في نهايه الامر 3 لاعبين من كانوا داخل منطقه الجزاء. إذن سنتابع الركلة الحرة لأن الحكم شاف بأن هناك خطأ. وبالتالي ركلة حرة لفائدة المنتخب الكابوني. جول 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 جول. سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. بوطيب يدخل التاريخ من أوسع الأبواب. بوطيب يدخل التاريخ من أوسع الأبواب. ثلاثية تاريخية في المرمى الكابونية من قدم واحدة. من رأسياتك يا بوطيب. التاريخ سيدون بأن بوطيب مر من هنا، عبر من هنا، اخترق الدفاعات الكابونية هنا. حطينه في الزاوية البعيدة، حطينه في الزاوية البعيدة. تسلم قدمك يا بوطيب، تسلم راسك يا بوطيب. بوطيب نعم، بركاتك حضرت هنا، بركاتك حضرت في مركب محمد الخامس. التاريخ عيد ومرة أخرى سيدون ويسجل هذا الاسم. نعم تذكروا خالد بوطيب في ليلة، نعم تلألأ فيها نجم بوطيب في سماء كازا، وشاهدتم فرحة ثعلبة، ثعلب المكار الغدار يفجر على خط التماس بفرحة نعم كبيرة وكبيرة جدا. ارقص ارقص ارقص، اركض يا ثعلبة. المكار غادر بالكابونيين، قتل الكابونيين، ضربهم في مقتل، حضر المباراة تكتيكيا بشكل ممتاز. هل من مزيد يا أسود؟ متعنا يا نور الدين، سير يا أخويا سير. مبازوفا زياش، أرجوك الرابع يا زياش، الرابع يا زياش يا ضياء، الرابع يا زياش يا ضياء. شوارع شوارع كازاوية في الدفاعات الكابونية، شارع الزرقطوني في دفاعات الكابون، شارع محمد الخامس في دفاعات الكابون، شوارع كبيرة في دفاعات الفوق. يستغل على نحو جيد الأسود. نعم أخطأ، نعم لأنه شفنا لقطة الهدف الثالث مرت سريعة حتى على مخرج المباراة. بوطيب كان في الموعد، بوطيب فعلها وفجرها وهز الشباك من جديد للمرة الثالثة. هاتريك تاريخي يا بوطيب، لن ينساك الجمهور يا بوطيب. مهما قالوا، مهما انتقدوا، مهما أخذوا عليك أنك تضيع الأهداف، ولكنك اليوم فجرت طاقاتك، فجرت إبداعاتك، كنت حاضرا في الموعد لأنك أجبرت الفهود على أن تبقى خائفة مختبئة في جحورها. كرة ملعوبة في جهتي اليمنى، هذا هو بارك بوصوفا، تمشي أمامي مرة أخرى. البحث عن نور الدين مرابط، انتهى كل شيء، خلص الكلام وانتهى الحوار. الليلة الليلة مغربية، الليلة لأسود. نعم افترست الفود في ليلة، نعم كلها نور على نور بستاد نور الذي يدور بفضل 65,000 متفرج. ربع ساعة متبقية. اجلس يا كاماتشو، اجلس. انت 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 لقاؤك يا كاماتشو، انتهت حساباتك يا كاماتشو. هذه مباراة المغاربة، هذه مباراة المغاربة. الثلاث نقاط في جيبنا والريادة. نعم نعم الأسد يرجع للزعامة، يرجع للريادة في هذه المجموعة في انتظار الفصل الأخير والمشهد الختامي هناك بالكوت ديفوار
في مباراة النار، في مباراة الحقيقة، في مباراة ننتظر فيها زئيرا آخر يا الأسود. كرة في وسط الميدان، تغيير اتجاه تماما ناحية اللاعب حكيمي، يعمل الكنترول بالهدوء. شوف الثقة كيف موجودة عند حكيمي، شوف الثقة كيف حاضرة مع حكيمي رغم صغار سنه. هذه سياسة ضمن سياسات هيرفي رونار، الثقة للاعبين الشباب للتحضير للمستقبل، وحكيمي كل المستقبل إن شاء الله مع لاعبين خبرة المتواجدين والخبرة حاضرين في الدفاع على الخصوص. هل منكم أحد أرى منير محمد؟ هل منكم أحد رأى منير محمد اليوم؟ وكأن المنتخب المغربي يلعب من دون حارس مرمى. صدقوني حتى لو لعب الأسود من دون حارس مرمى فسيفوز لا محالة. كرة في الجهة اليسرى ناحية لاعب حكيمي مباشرة لزياش في وسط ميدان بارك بوصفا. هنا ثنائيات وثلاثيات، أي إبداع هذا وأي متعة هذه من أروع اللقاءات التي يقدم المنتخب المغربي. عندما قلت الداخل لملعب كازا مفقود والخارج مولود، أنا كنت أعني بهذا الكلام، أنا كنت أقصد هذا الكلام. وهذا جحيم حضره الجمهور المغربي للفوضى الغابونية. عاشوا الجحيم اليوم، الغابونيين عاشوا جحيم مركب محمد الخامس، مقبرة الكبار والملعب المرعب، سموا ما شئتم. هذه الإعادة، خطف التمرير وبوطيب لم يرحمهم، بوطيب لم يرحمهم بلمسة واحدة. نعم سجل في مرماهم، عذبهم كثيرا بوطيب، بعبارة المغربية محنهم كثير بوطيب. هذه الإعادة بلمسة واحدة وبتركيز وبحرفية وبدقة عالية. افرح يا بوطيب، الليلة ليلتك، انت العريس اليوم، انت محبوب الجماهير المغربية اليوم، وأسهمك ستكون مرتفعة بشكل كبير. في أغنية شهيرة اسمها ظلموه، وهذه الأغنية يمكن تنطبق على بوطيب، ظلموه بالانتقادات وبالمؤاخذات، ولكن بوطيب عندما يجيب يجيب في الميدان. كرة في التماس لفائدة المنتخب الغابوني، ملعوب على الجهة اليمنى. الفهود الآن في حيرة من أمرها، تحاول الخروج من مخبئها وتحاول أن تباغت الأسد، ولكن هيهات يا كاماتشو. كرة ملعوبة في الجهة اليسرى لفائدة المنتخب الغابوني. حتى الآن لا تبديلات من جانب إيرفي رونار بعد مرور 79 دقيقة، وهذا يعطيك فكرة عزيزي المشاهد بأن هناك تطور كبير على مستوى المخزون اللياقي، مخزون لياقي ممتاز بالنسبة للاعبين المغاربة. وشوف أين تواجد حكيمي، برافو حكيمي، برافو. يبعد الكرة، يغطي على سيس ويغطي على لاعب بن عطية، وبالتالي ركنية ثانية لفائدة المنتخب الغابوني. لا 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 لا، الحكم يقول ركلة مرمى وليس ركنية، لكن حتى دفاعيا حكيمي هنا كان حاضر. مشاهدينا الكرام، على بعد 11 دقيقة من نهاية المباراة لن نشاهد كايا أوباميانغ. فعلا لقطة معبرة لثعلب المكار، ثعلب الغدار، فعلا ثعلب الذي لا يعرف إلا الانتصار يا رونار، ثعلب الذي تمرس إفريقيا. أبو عيون خضر، أبو عيون جريء، أو أبو عيون مركز تماما في مجريات المباراة، يتفاعل لحظة بلحظة. شخصية المدرب تظهر، قوة المدرب تظهر، قراءات المدرب تظهر. ما قلت عنك يا رونار، تبقى من أكبر المدربين على الصعيد الإفريقي يا رونار. صحيح مررت من تجارب صعبة في فرنسا كمدرب للأندية سوشو وليل، ولكن على المستوى الإفريقي الكل يعترف بقوتك يا ثعلبة. معليش سامحني أقول ثعلبة، ولكن بهذه الكلمة أنا أكبر من شأنك ولا أقلل من شأنك، لأن فعلا أنت اليوم
بطريقتك وبأسلوبك وبرجال المقاتلين داخل أرضية الميدان. نعم تفوقت على الفهود الغابونية. بن عطية تلقى الإنذار ولكن معلش الكابيتانو كان في الموعد والكابيتانو رجعت الثقة والكابيتانو الآن أصبح ثقة حتى بالنسبة لمدرب نادي يوفنتوس. هنا تسليم شارة العميد بروح رياضية. لما يغيب بن عطية يكون العميد هو أبو صفا وكلاهما يستحقان العمادة. برافو بن عطية. تحية كبيرة لنعم المادي بن عطية اللاعب الذي أعطانا الأمان. بن عطية كان كثير العطاء في الدفاع وكان بالفعل مصدر الأمان والاطمئنان في مباراة اليوم. تغييرات الآن تأتي. بوطيب نعم 10 على 10 أداءك اليوم كان أكثر من رائع ومباراة لن تنساها ما حييت لن تنساها ما حييت. إذن يدخل عزيز محدوس كذلك يدخل بدر بنون الاسم الرجاوي ممثل نادي الرجاء الرياضي العالمي يحضر الآن بدر بنون واحد من الوجوه الشابة المتألقة نعم رفقة فريق الرجاء الرياضي هو من الأسماء كذلك التي أبلت البلاء الحسن في الأونة الأخيرة مع الرجاء ويستحق بما لا يدع مجال للشك المكانة في المنتخب المغربي. الآن يدخل بدر بنون مكان المادي بن عطية. سلامات يا المادي سلامات يا المادي والعودة سريعا يا المادي. نحن في حاجة ماسة إليك في المباراة الأخيرة. تمشي كرة في الجهة اليسرى ملعوبة سريعة. حذاري 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 من هذه الكرة وأشرف حكيمي يبعد في نهاية المطاف. تمشي أمامية متابعة ممن عزيز بوحدوس. عزيز بوحدوس في أول لمسة يعمل التاع ترجع لمبارك بوصوفا يدي اللعب يدي اللعب. شوف مبارك بوصوفا من ميزاته القراءة الجيدة لأرضية الميدان تحركاته رائعة وتمريراته دقيقة ورؤية جيدة شبر شبر لأرضية الميدان واللاعب اللي قادر على أنه يخفض الإيقاع ويرفع من الإيقاع. يا سلام تعجبني يا بوصوفا بهذا الكنترول الجميل وبداية مشوار هجمة أخرى. ينطلق يونس بلهندا حتى بلهندا قدم مردو طيب حتى بلهندا ينسينا ما حصل في المباريات السابقة. بلهندا كذلك أداء تطور لا في مباراة مالي ولا في مباراة اليوم. يا سلام عليك يا بدر يا بنون. بدر يظهر البدر هنا في دفاعات المنتخب المغربي. بدر يقطع ثم تمشي أمامية بوادوس يعمل الضغط على إيكويلي مانجا تمشي للجهة اليسرى. حقيقة مر زمن طويل لم أشعر بهذه السرعة في الدقائق. أنا شخصيا المباراة مرت علي سريعة رغم أني علقت قبل لحظات على مباراة جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو ولكن شخصيا أنا لم أشعر بالتعب في مباراة المغرب. بهذا الأداء الجميل وبهذه المتعة وبهذه الأهداف وبهذه الصور الجميلة في مركب محمد الخامس تنسيك التعب لأن كل شيء يهون في سبيل الحمراء والخضراء في سبيل المنتخب المغربي الذي أبلى البلاء الحسن اليوم. كرة في وسط الميدان تمشي للعب هنا بلندا وصلت للجهة اليسرى ناحية اللعب سيس مباشرة لكريم الأحمدي. لاحظوا بأن المنتخب المغربي ما ضيعش كرات كثيرة. لاعبي وسط الميدان قاموا بالواجب اليوم. هذه كرة أمامية لفائدة المنتخب الكابوني مرة جانبية. ما يخوفناش الكابون ما يخوفناش يا منير ما يخوفناش الكابون. الفهود ظهرت صغيرة اليوم في انتظار نعم الإجهاز على الأفيال في الجولة الأخيرة. نقطة وحيدة تفصلنا عن العبور إلى المونديال. أقولها مرة أخرى أنا شفت شخصيا وتابعت شخصيا معظم المنتخبات وأداء معظم المنتخبات الحاضرة. حرام ثم حرام ومليون حرام أن لا يتأهل هذا الجيل إلى كأس العالم. حرام أن تضيع كل هذه المجهودات ولا يتأهل هذا المنتخب إلى كأس العالم. نتوفر على جيل رائع وأسماء مميزة ومدرب رائع وجمهور أكثر من رائع. لذلك أعتقد أن المنتخب المغربي يستحق التأهل وحرام كذلك المنتخب المصري لا يتأهل إلى كأس العالم. مصر عن جدارة واستحقاق تستحق التأهل والعبور إلى نهائيات كأس العالم. مر زمن طويل وهذه الكرة خطيرة. أوه.
بعيدة. يعني قاسم مشترك بين المغرب ومصر أنهما سنوات لم يتأهلا إلى كأس العالم، ومنتخبان لم يكونا محظوظين في السنوات الماضية. وتصور بأنه جاء الوقت، مصر تتأهل، المغرب يتأهل، تونس بنسبة 99% إن لم أقل 100% حاضرة في المونديال. يعني قبل ذلك منتخب السعودية يعني نكهة عربية حاضرة في المونديال الروسي، كرة أمامية الأمور لم تنتهي بعد، ولكن نبقى متفائلين بخصوص مباراة ساحل العاج. نريد 11 مقاتل، نريد أسد حقيقي كما شاهدناه اليوم، نريد أسد يزلزل القارة السمراء، نريد أسد يصأر ويصل صدى زئير لكل بقاع إفريقيا. هذا ما نريده يوم السادس من الشهر القادم بحول الله. إذن سنتابع هذه الركلة الحرة على بعد 4 دقائق من نهاية المواجهة. كل الشكر للجماهير المغربية لأنه اليوم طبقت القاعدة وطبقت المقولة دونور يا دور، وبفضل 65,000 متفرج، 65,000 حنجرة اليوم صاحت طيلة 90 دقيقة وهي تؤازر وتساند المنتخب المغربي. هل من رابع يا زياش؟ الرابع في الطريق، الرابع في الطريق يا زياش، والكرة تتحول مباشرة إلى الركنية بالفعل لفائدة المنتخب المغربي. ركنية صورة لحارث، معليش يا حارث، إن لم تلعب اليوم ففي المواعيد القادمة هذا سيكون بكل تأكيد ربح كبير، ربح كبير للمنتخب المغربي. أمام على الصورة أمين حارث لينتقل للدوري الألماني، كل توفيق لحارث. وكذلك سفيان أمرابط، صحيح إيرفيرونار لم يستدعيه ولكن بادرة قوية، بينما نتابع دي كرة الرابع يضيع، الرابع يضيع، ترجع مغربية مرة أخرى. سأعود لسفيان مرابط والحديث عن موضوع سفيان شقيق نور الدين مرابط. الكرة تطول بعد ذلك إلى ركلة مرمى وركنية. نعم سفيان مرابط على فكرة هو حاضر بمركب محمد الخامس إلى جانب والده ببادرة من الجامعة الملكية المغربية حتى يقفل ويسد جميع الأبواب على الاتحاد الهولندي، لأن هناك رغبة أكيدة من الهولنديين لاستقطاب لاعب سفيان مرابط. كرة مغربية عرضية ومتابعة بعد ذلك من طرف الدفاع، تعود مرة أخرى زياش يساند ويغطي عليه اللاعب مبارك بوصفة. سفيان نعم حاضر اليوم، مرابط حاضر اليوم، الأخ الأصغر لنور الدين مرابط، وبالتالي الرسالة كانت واضحة بأن سفيان مرابط هو مع المنتخب المغربي وليس المنتخب الهولندي. كرة مغربية في وسط الميدان، يونس بلندا يلعب لعزيز بوهدوس، يحاول المرور، يمر عزيز والحكم يقول رمية جانبية. هل هناك رمية جانبية أم خطأ؟ عموما سنتابع التماس. يونس بلندا، العديد من اللاعبين المغاربة تحسن مستواهم بشكل كبير. هذه انطلاقة سريعة لفائدة اللاعب اليمين، ترجع سريعا للأسود المغربية. لن أكون مبالغا ولكن نسبة الاستحواذ تكاد تفوق 70%، هذه حقيقة لا غبار عليها ولا شك فيها. الهيمنة مغربية في عرين الأسد، كرة في وسط الميدان والحكم صفر خطأ في هذه اللحظات، بينما سيكون تبديل آخر. مشاهدين الكرام، نعم تبديل في هذه اللحظات، سيدخل حارث نعم في أول حضور، سجل يا تاريخ، دون يا عزيزي المشاهد، أول مباراة رسمية للوافد الجديد أمين حارث، سيدخل بعد لحظات لأرضية الميدان. شكرا يا نور الدين يا مرابط، أبليت البلاء الحسن وتستحق شكر وتقدير من 65,000 مناصر. هذا وأمين حارث يدخل في هذه اللحظات. مشاهدي الكرام، لاعب نادي شالكة الألماني في أول حضور مع النخبة المغربية، المستقبل، كل المستقبل للاعبين الشباب حارث، وكذلك حكيمي الذي قام بدوره على أكمل وجه في الجهة اليسرى. أمامكم الصورة، الرياضة المغربية
بتسع نقاط والكوت ديفوار يتراجع الى مركز الوصافه. اتفرج يا اوباميونغ، اوقف واتفرج يا اوباميونغ، تابع يا لمينا، يقفون حائرون تائهون يتساءلون ماذا يقع في ارضيه الميدان يا كاماتشو. بكل صراحه وبكل بساطه هذه مباراه الاسود وليس الفهود يا كاماتشو. الليلة الليلة مغربية وثلاث دقائق وقت بدل ضايع. الإحصائية وصلتنا وتأكيد لكلامي 70% نسبة الاستحواذ. امشي يا عزيز، اركض يا ابو حدوس، والكرة تمشي مرة أخرى. زياش والركنية مر من جديد، ركنية مغربية سيمفونية رائعة. هنا يعزف الأسود تحت قيادة المايسترو يرفي رونار. الوقت البدل الضايع الرابع ممكن يا أسود، الرابع للمنتخب المغربي ممكن. كره تمشي للتماس، بلندا اثني عليك بلندا لان دور كان مهم جدا في وسط الميدان. كره تمشي سريعا للجهه اليسرى لفائده المنتخب المغربي. اماميه يتدخل في نهايه المطاف، الدفاع بقيادة لعب غانم سيس. تتحرك العناصر المغربية لين في هجمة أمين حارث في أول لمسة، يمرر هناك للجهة اليمنى نبيل ديرار مع حارث في وضعية استعراضية على مستوى وسط الميدان. يتقدم بيليندا، بيليندا لمن؟ بيليندا الذي سبق له بالمناسبة أن لعب رفقة نادي شالك، النادي اللي يلعب له أمين حارث. عزيز بوالدوز في استلام الكرة، يضغط عليه اللاعب إكويلي، يسندونيك إمين، إمين يحاول المرور، يبحث عن المراوغة، شنو يعمل إمين؟ يرجع للخلف ناحية لاعب ديرار، يمشي بالكرة لبيلندا في لحظة من لحظات الاستعراض وإمتاع الجماهير المغربية. بعد غياب لسنوات، لأن قلت آخر انتصار للمنتخب المغربي على الفهود بالمغرب كان في 2003 في تصفيات أمم إفريقيا، يعني بعد غياب 13 سنة المنتخب المغربي يعود ويفوز على الفهود الغابونية. نعم هذه كرة أمامية، 14 سنة نعم من الغياب، تمشي مرة أخرى لفائدة المنتخب الغابوني. ميمور شرفيد يبقى نيم اوباميونغ في سوبيتو. الفهود عاشت السوبيت اليوم بمركب محمد الخامس، لكن ايضا الدراجة لزئير الازد خوف الفهود واجبر على البقاء في الجحور. كرة في الجهة اليسرى تطول الى رمية جانبية. نعم اذا لم يتبقى للحكم سوى الاعلان على نهاية المباراة بانتصار عن جدارة للاسود الاطلسية. تمشي الكرة أمامية، يدخل بدر بنون، نبيل ديرار في الاستلام. لدينا هجمة أخيرة للمنتخب المغربي. عزيز يطلب كرة والصافرة الجنوب إفريقيا ستوني هذه الموقعة المغربية الكابونية. نعم رسميا الأسود تعود إلى مكانتها، الأسود تعود إلى الريادة. نعم الأسود برصيد 9 نقاط في زعامة هذه المجموعة.